ريمتي وش قصتك مع هند؟ ليه محستني انها ما اكل حلال ابوك وانا مدري؟ انا ما بيني وبينها شيء، هذا جزاتي، هذا جزاتي الحين اللي قاعده افتح عيونك. تفضل استاذ. دقيقة. عفوا استاذ بس هي البطاقة مشغلة. طيب. جرب هذه. اوكي. أنا وش اللي قاعد يصير معاي؟ يا أخي عادي، ممكن جهازهم ما يشتغل أو إنك نسيت تجدد بطايقك. صالح هذا من أسبوعين جددهم. أعتذر منك أستاذي بس هالبطاقة كمان مش شغالة. طيب لي دقيقة بس. تفضل. نايف يا أخوي نايف. الموضوع مو عنهد بس ما توقعت تسوي فيني كذا وبهالسرعة. احنا مو لعبة بيده حركنا مثل ما يبي. حتى بطاقات البنك باسمه هو، متى ما بغى اسحبها ومتى ما بغى اخلاها. ريم هذه مي عيشة، هذه مي عيشة يا ريم. انا اختنقت وطقيت يا اخوي. شوي بنوصل البيت ونشوف شو المشكلة هذه ونحاول نحلها ان شاء الله. نايف من اليوم انت مالك مكان عندي ولا اي صفه حتى مجموعه شركات. ما ابي اشوف فيها رقعه وجهك. خلاص مالك اي مكان ولا اي صلاحيه. هذا عقاب. أنا قلت لك إني أشوف هند مثل أختي، بس إذا متوقع إنك قاعد تعاقبني بهالطريقة فأنت غلطان. علشان تحرم مرة ثانية ترد علي يا جيل الحياة. يبانا بس اعطي فرصة اشرح لك اوضح لك. يبا وش تشرح لي؟ وش توضح لي؟ انت ما تحس؟ ما تفهم؟ اقول لك عهد قطعته على نفس سنين طويلة ويجيني واحد بخبول مهبول مثلك يطلعني صغير قدام العالم ويبي يمشي كلمته علي. يبا شلون تبيني اسوي شيء مالي راي فيه؟ وش قصدك يعني؟ رد علي وش قصدك؟ يعني لا. اجل انت مكانك الشارع. واحد ولد عاق ما يسمع كلام ابوه مكانه مو بهنا، بالشارع! ما انت كيف انك تقعد عندي في البيت، سمعت؟ برا البيت انت! حتى مفاتيح السياره خلهم، ولا ابي اشوف رقعه وجهك مره ثانيه! برا! برا! بس
يبقى. هيا الحقيقة التابع يلي ما تسعها دمك يا القهر. هذا ولدي، هذا ولدي اللي ربيته وتعبت عليه. يا القهر بس طال عمرك، بس هدي نفسك، مو زي اللي تسويه، لا في حقك ولا في حقه. هو غلط، ادري انه غلط وغلطه كبير، بس احنا لازم نفهمه، ناخذه باللي نعطيه. لا يا ريم لا، مثل هذا ما ينفع معاه اللي مثل الكلب ما يستاهل انه اتفاهم معاه. تبيني امشي كلمتي علي؟ تبينه يفشلني قدام العالم؟ بيطلعني صغير؟ هذه اخرتها يا نايف، هذا مو ولدي، هذا مو ولدي، ولا بشوفه ولا بعرفه بعد اليوم. يا جليل الحياة. يا قهر واخلع عني، واخلع عني. من اليوم اللي يعيش ببيتي يعيش بامري وبشعوري، واللي ما يعجبه الباب يسع جمل. وانت يا ريم انت سمعتي كلمتي ولا اتصلتي فيه ولا شفتيه؟ ابي اقضبك الباب وراه، سمعتي؟ نايف يا اخوي انت الحين معصب، اهدى ونام، وصباح رباح، وين بتروح الحين؟ الدنيا ليل. صباح، ماني قاعد في بيتها دقيقة واحدة. وش الكلام اللي قاعد تقوله؟ وش اللي بيتي وبيتك؟ هذا ابوك وهذا بيتك بعد انت، ولا انت ناسي؟ انت ايش قاعد تقولين يا ريم؟ قاعد اقول هذا بيته وهذا حلاله وهذه قوانينه، واللي مو عاجبه ينقله وانا بنقله. نايف اذكر الله يا اخوي، هذا ابوك مهما كان، والانسان في لحظه غضب ممكن يقول اي شيء ما هو مقتنع فيه. اسمع مني، اقعد. ريم تكفين، انا قاعده ماني بقاعد في هالبيت، تفهمين؟ هند هي سبب كل اللي قاعد يصير لنا، الله لا يوفقها. زين نايف قولي وين بتروح؟ مساء الخير. وش فيكم؟ ريم وش في؟ ناقصتك انتي. لا لو بتطلعون لا تروحون من دوار الأشرعة، في حادث.